السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ اليوم عندنا مقتطفات من التصليح تاع تروفيزور تاع رونو سامبول. بون، المشكل تاع لي تروفيزور هو المكان هذا اللي يتكسر. المكان هذا باش تعاود تولي تخدمه ما عندي كاع كيفاه ديرله. بون، واش درت؟ حكمنا طرف تاع بلاستيك من هذا، نحتاج طرف تاع بلاستيك من هاك يكون غليظ ما يتطرطقش، ماشي البلاستيك هذاك اللي يطرطق. ونقوم بالقص تاعه كما راكم تشوفوا، راه مكسوس. ها مكسوس، دوك نديرو الكورة تاع الاول بي. بون، درت لها دو فيس هنا، بعدا كي يتبنت ميبانوش نديرو الكورة تاع الاول بي تاع العجينة، نخدمو نحاولو نرجعو التروفيزور تاعنا دوريجين. نزيدو له هنا هاد الشنافة تاع نخدمو هذا، نخدمو الشنافة مليح. سيلوفون نزيدو نقصو منه شوية بالموس، نسخنو. بون، يوم ما نكملوش، انا راني نحيت لها كاع الاخر تاعها، وين عاود حاب نعاود نحكها نبدله بالكحل ونعطيكم النتيجة. نروح للتروفيزور الدوزيام تاعنا، التروفيزور الدوزيام تاعنا نفس المشكل، راه مكسر، لازم يتنحى في الأرض. يتنحى ونديرو له لاكور، نحو هاديك ونخدموها، نديرو له البياسة تاعه هنا كيما الآخر ونلصقوه مليح، ونعطيكم النتيجة بلي تروفيزور مبدرين. هذه هي تكملة الفيديو، غدا إن شاء الله نكملوا الفيديو ونديروا فيديو واحد ديريكت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بون، هكذا شوف، هاي الله دو فيس منا، هما ما يبانوش من الكوتي تاع الداخل. هكذا بومريكا، هذا دروك ما علينا الا نحكوه ونبنتروه، وهذه تولي تبنتر بالكرومي وتركب. السلام عليكم. دائما في اطار تصليح التروفيزور تاعنا، الاغراض اللي نحتاجو بنتورو، هادي طرف الشواشه باش نعاودو نعطوه نضرب، نحتاجو الكوره تاع العجينه نخدمو بها هنا، هاد البلايص تاعهم ضايعين. نحتاجو بابي بان نحكو به البنتورو، نحتاجو سيبر جلو نخيطو بها الشقوق تاعنا. دونك دوك واش راح نديرو؟ احنا نديرو له كرة العجينة هنا، نزيدو الريكو ونحكوه مليح، نحكو لابانتير هادي في قصايد حقبة بنتر حاجة مليح باش يخرج مليح. نبغى نريكلو شوية ونوريكم واش كاين. اذا هذا هو الشكل، هذا مبلغ عن الشقوق كاع، هذا هو الشكل تاع الترابيزات تاعنا. قدمنا له الشنافة هاديك روك، نحكوه ونبنتروه. عملية الحك تكون كيما هاك، باش نزيدو كاع المناطق لي ضايعة. مازال خدمة، خاصة خدمة، هدا نحكوه مليح ونبنتروه في الفشفاشة هادي. شكري، هذا الشكل تاع الكوفر هذا تاع الإينوكس بعد الحك تاعه. هذا الشكل تاع التروفيزور، أخدوه بعد الحك تاعه، لازم ينشفو باه يتبنترو، لازم نشفوهم مليح باه نبنترو. وبالنسبة للكوفر تاع الكرومي أنا بنترناه، تمام الشو أحسن من اللي كان، خليه لازم ينشف مليح باسكو البنتورة هادي دوموندي ينشف مليح. من بعد يبقى لنا التروفيزور هاكا مليح، نخليه ينشف.
بان بنترا ونبدا نستخدم الخضر تاعها في لاكور. قادر نعطيها رشة بصح نخليها. خليه نشوف مليح نوندي بلاصي كي نرجع نحي طرابيزة الزاوج نبنتر هذا باسكو في البنتيرة متلصقش فوق الماء. بون السلام عليكم. رانا قمنا بالطباع تاع الترابيزور تاعنا باللون الأسود. المكان بيد العمدة لا بس قلنا نجم ليه ما يقول لك هلك كلها الكاسكيت تاعه. المهم هادي عودنا لها كوش خلاطة طيبة بالجيم ريغلا ويركب الترابيزة تاعنا ان شاء الله في بلاصتها. شنو نخلي بيه نشوف وقعنا الترابيزة الزوج تاني راح حارة لازم ما يتخدم. اذا هذا هو شكل الترابيزة تاعنا بعد التعديل. هاهي المكان الطابع تاعه سكناه هون الكل مبنتر خصها الشاشية تاعه خصها الشاشية تاعه اللي تجي من فوق. نحط الترابيزة الزاوج نشوفها قبل التعديل. نتلاقاو بعد ما نخدمو. بون السلام عليكم. انا مع الترابيزه الزاوج نحينا هو مكسر هنا شوف كان مكسر براني ريباريته من بلاكورد كان طرطق يبقى لي الكوتي هذا هنا تاني خاصه خدمه بغيت تاعهم طرطق راني حكيته نجهز العمل والبنتولة. هم حكينا الكروم نتاعه بهم بنتروها كي ما خدعو وركبوها من بعد كي يكمل الترابيزة نركبوها. وندوك نزيد الريكلو في إطار العمل تاعنا توجور. بون السلام عليكم. توجور مع الترابيزة دروك راح نقصو والمرسو هذا اللي راه مطرتك نخدمو له من له. طرطيك تاعه بلاكول تاع العجينة نحتاجو هذا الطرف نحتاجو موس بلاكول تاع العجينة حطيتها غير هنا و هنا بالي من واحد نحتاجو لاكول تاع العجينة. لاكول تاع العجينة هادي هي تديك الحجرة لي تقصح نخدمو داك نقصو الطرف نديرو له البيسة تاعو كيما جيها لخرى و جيها. السلام عليكم. إذا السلام عليكم. هاهي البياسة تاعنا تاع الترابيزة هذا مكسر شوية من الفوق دابا لازم نكومبليتيوها بلاكول تاع الأول بي. هنا جينا الأول بي نزيدو ندير الأولى الشقوق من بعد يخرج الترابيزة تاعنا هاكدا نبنترو أونوار ونديرو ده كيسما ونديرو ده الاخر ونكوفرتي انا ولو السقور اني حكيته ودوك العمل تاعنا راح نديرو له لاكول. هذا هو الشكل تاع الترابيزر تاعنا بعد الحك والنطواياج ما هو ذلك خدمنا له الخطي تاعنا من يكون مكسر شنو فالسقناه
دروك بإذن الله راح نبندلوه، كي نبندلوه نوريك. لا هذا هو الشكل تاع التلفزيون تاعنا بعد البنتورة تاعه باللون الأسود. هاي الكوتي اللي كان مهرس الشنافر المختومة بالإبلوغ والناقص. يطلق في الهاتف يتلفو لك الاخر الروفيزر تاعنا مريقل بنتر علامة كان قام سريع نكتب لك السقلاح الكاسكيطة تاعه بلاكو باتكس ونركبوه وهذا واش كاين نركبوه ونوريكم شوفوا الفيديو تاع الريتروفيزور راكبين. السلام عليكم. اذا هذا هو الشكل النهائي تاع الريتروفيزور تاعنا ونقربو مليح. هذا كوتي دروات هذا كوتي شوفار كوينا راح نطرطق تجيب منا كوينا راح نضرب الكرومي تاعه. هذه هي هذا هو الشكل النهائي تاع الكوتروفيزر بعد مدة عمل تاع يومين خسر عليهم 56 ألف. لما ردناهم أحسن من لي كانو تقدر ترجعو لي فيديو كيفاش كانو دايرين لو كارثة أصنعناهم ما شاء الله.